وسهلا مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي بساط السفر، اللي بنتكلم فيه كل يوم عن دولة جديدة من دول العالم ونتعرف على معلومات أكثر عن هذه الدول وشعبها ونكتشف فيها أماكن سياحية وترفيهية كثيرة. اليوم رح نتكلم عن دولة صغيرة وايد حلوة، شوارعها في غاية من الجمال، وين ما تروح تشوف الورد والزرع، حتى مطارهم في حديقة. اليوم دولتنا جمهورية سنغافورة. جمهورية سنغافورة تقع على جزيرة في جنوب شرق آسيا، ويفصلها عن ماليزيا مضيق جهور، وعن جزر ريا والإندونيسية مضيق سنغافورة. وتعتبر سنغافورة رابع أهم مركز مالي في العالم، ومدينة عالمية تلعب دوراً كبيراً ومهماً في الاقتصاد العالمي. ويعد مرفأ سنغافورة خامس مرفأ في العالم من ناحية النشاط. التعداد السكاني وصل إلى 6 ملايين نسمة تقريباً، وسكانهم خليط من الآسيويين، عشان كذي هي متعددة الثقافات. اسم عاصمتها سنغافورة، نظام حكمها جمهوري برلماني، والعملة دولار سنغافوري. شلال رين فورتكس هو أطول شلال داخلي في العالم ومكانه في المطار. ينزل ماي الشلال من فتحة دائرية في سقف المطار الزجاجي، واللي شكله على شكل خبز بيجل، وتحط فيه مجموعة كبيرة من الأشجار و500 ألف نوع من النباتات. مطارهم وايد حلو، كنا منتجع سياحي كامل. عندهم بعد أكبر نافورة بالعالم، وهي من أشهر الأماكن السياحية بالعالم، وتعتبر رمز المساواة بين كل أجناس وأديان العالم. وتخلص النافورة في موسوعة جينيس كأكبر نافورة بالعالم. يزورونها الملايين كل سنة عشان سياحتها المتنوعة والحلوة، وفيها منتجعات وفنادق. نايت سفاري هي حديقة حيوانات تعكس لنا الحياة الليلية للحيوانات ونشاطها بالليل، وفيها أكثر من 2500 نوع حيوان، ويأخذونكم في جولة بالحديقة عشان تشوفون الحياة الليلية بالغابات. وغير السفاري، في منتزه خاص للطيور، وتحتوي الحديقة على بحيرة كلها طيور فلامينغو، ومجموعات الفلامينغو يشكلون لوحة فنية طبيعية، وتضم الحديقة أكبر مجموعة من طيور الببغاء في آسيا كلها. حديقة النباتية هي حديقة بوسط سنغافورة، وهي من أقدم حدائق النباتات في العالم، بحيث يقترب عمرها من 160 عاماً، وأدرجتها اليونسكو ضمن لائحة المواقع التراثية العالمية. ومع مساحة الحديقة الكبيرة، فهي تتكون من أقسام وايد، ومنها حديقة الأوركيد، وفيها أنواع نادرة ومتعددة من نباتات الأوركيد، وحديقة الزنجبيل، وهي صغيرة في مساحتها وفيها شلال. عجلة سنغافورة فلاير من أهم الأماكن السياحية، وهي أعلى عجلة في آسيا. تدور العجلة كل نص ساعة تقريباً دورة كاملة، وتوفر لركابها الفرصة لمشاهدة معالم سنغافورة من أعلى نقطة ممكنة. وتضم العجلة 28 كابينة تكفي الوحدة ل 28 راكب. جزيرة سنتوسا من وجهات السياحة في سنغافورة المميزة، واللي تضم أهم الأماكن الترفيهية بالإضافة للمنتجعات. ومن أحلى الأماكن الترفيهية يونيفرسال استديو، ويقدمون عروض مسرحية وألعاب متنوعة، والألعاب نفس ثيم أفلام الشركة، فكل لعبة تحسسكم أنكم داخل الفيلم، وفي شخصيات من أفلام نحبها يتمشون بالمدينة عشان نصور وياهم. شارع أورشاد،
كل السياح لما يزورون أي مكان يبون هدايا تذكارية، فيروحون شارع أرشاد، لأن هذا الشارع فيه محلات متعددة ومشهورة للبيع بالتجزئة، واللي تبيع الملابس والهدايا إلى أصناف التوابل والعطار الاستوائية التي تشتهر بها سنغافورة. والحين أعزائنا المشاهدين، خلونا نشوف هذا التقرير عشان نتعرف عن أبرز عادات وتقاليد الشعب السنغافوري. ثقافة سنغافورة هي مزيج من ثقافة وتأثيرات الملايوية وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وأوراسيا، فلقد تأثرت ثقافة سنغافورة بشكل كبير واستلهمتها من العديد من السلالات الصينية والدول الآسيوية الأخرى، التي شكلت في النهاية الثقافة السنغافورية المذهلة التي نراها اليوم. وعلى الرغم من صغر حجمها، إلا أن العادات والثقافات المحلية في سنغافورة هي مزيج من التأثيرات العرقية المتعددة، بما في ذلك الصينيين والماليزيين والهنود وغيرهم. والسبب هو تاريخ البلاد كمركز تجاري، وينعكس هذا التنوع أيضاً من حيث اللغات المنطوقة التي تشمل الإنجليزية والمندرين والتاميل والماليزية. والمجتمع في سنغافورة قائم على المساواة، لكنهم يحتفظون بعلاقات هرمية قوية يمكن ملاحظتها في العلاقات بين الوالدين والأطفال والمعلمين والطلبة وأصحاب العمل والموظفين. وهذا الاعتماد على التسلسل الهرمي في العلاقات قائم على احترام السن والطاعة العمياء لكبار السن، فكبار السن يعاملون دائماً بأقصى درجات الاحترام، ويوجد قانون صدر في عام 1996 ينص على أن يتحمل الأطفال المسؤولية المالية عن آبائهم المسنين إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وهذا يدل على ارتفاع مكانة كبار السن. والسنغافوريون يعتمدون على التعبير الوجهي ولهجة الصوت أكثر من الكلام اللفظي، حيث أن الكثير من الاتصالات تكون غير لفظية، وبالتالي فهم يركزون أكثر على مشاهد تعبير الوجه ولغة الجسد للأشخاص الذين يتعاملون معهم. وتعتبر المجموعة الشركة أو الإدارة مهمة أكثر من الفرد، وسنغافورة هي إلى حد بعيد واحدة من أنظف البلدان، ليس فقط في آسيا ولكن في بقية العالم، بدءاً من مطار شانغي السريع الممتد وصولاً إلى الشوارع النظيفة والممرات الجانبية، ولا يوجد أي نفايات على الإطلاق في أي مكان، والحفاظ على النظافة أمراً مهماً جداً. أما عن المطبخ السنغافوري فهو مميز جداً، لأنه مزيج من الأطباق الصينية والإندونيسية والهندية والماليزية، ويمكن الاستمتاع بتناول مختلف المأكولات الشهية سواء من مراكز الباعة المتجولين المتجذرة في تراث طعام الشارع الذي لا مثيل له في سنغافورة، أو من المقاهي في الهواء الطلق، أو من المطاعم الراقية في المراكز التجارية المختلفة. ومثل ما شفنا جمهورية سنغافورة فيها أماكن سياحية حلوة ومتنوعة، وتعرفنا على عاداتهم وتقاليدهم. سنغافورة من الدول الحلوة اللي تطورت بسرعة كبيرة وصارت متنوعة بكل شيء. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا مشاهدينا في هذه الحلقة، ونشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله، ونقول لكم مع السلامة. أي جاهزة ونتعرف على معلومات أكثر عن هذه الدول. دول باب البحرين بحبين. إيه أبي أبدل. وهي من أهم النوافير الموسيقية الراقصة في المدينة. زين نطرق ماما. لا ماي لا لا ترى بنصور. قيل أنها كانت أحد العواصم التاريخية للمنطقة قبل، مو قيلة ترى في بدلية بالكتابة. تصاعد لب التلفريك المؤدي إلى مرتفع ليش دراني. وجوها بعد متنوع لكل ولاية جوها. اليوم مسافر إلى مملكة السويد. أمباي السويد، وجوها معتدل طوال العام، وايد فيها أمطار طوال طوال طول العام. نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة، ونقول لكم مع السلامة.